مثل ما كلكم بتعرفوا انه لعبه كول اوف ديوتي بلاك اوبس 3 حتصدر هالاسبوع، فترقبوا البث المباشر للعبه تعولنا نهار الاثنين على الساعه 6 مساء بتوقيت السعوديه. فهلا خلينا نبلش حلقه هالاسبوع من اي جي ان ويكلي فيكس. بالحديث عن Call of Duty، أعلن شركة Treyarch إنه عم بيستهدفوا سنة 2016 ليفتحوا قابلية صنع الخرائط والتعديلات أو المودز لكل نسخات البي سي لـ Call of Duty Black Ops 3. الميزات اللي فينا نتوقعها بتتضمن صنع الخرائط أو التعديلات، سيرفرز مخصصين لمحتوى التعديلات، وقابلية البحث عن محتوى التعديلات عبر متصفح مخصص. تاريخ إصدار هالميزات بعده مش محدد، بس قالوا المطورين إنه عم بيستهدفوا مارس 2016 لنسخة الألفا ومن بعدها البيتا المفتوح. حتصدر Call of Duty Black Ops 3 ب 6 نوفمبر يعني بكرة على البي سي، بلاي ستيشن 4، بلاي ستيشن 3، اكس بوكس 1 واكس بوكس 360، بس هالميزات بس رح تتوفر لنسخة البي سي. باتمان عم ينجح بحماية Gotham، بس مش عم يقدر ينجح بحماية اللاعبين على البي سي من الأعطال. من بعد ما Warner Brothers عادت اللعبة على البي سي الأسبوع الماضي، بعدهم اللاعبين عم يشتكوا من تقطيش وتعطيل وفريم ريت دروبس بلعبة باتمان أركام نايت. بتصريح على ستيم أعلنت شركة Warner Brothers: نحن متأسفين جداً إنه العديد من اللاعبين بعدهم مش مبسوطين من نسخة البي سي لباتمان أركام نايت. نحن عملنا بجهد لتوصل اللعبة لمستوى بتستحقه، بس نتفهم إذا بعدكم عم بتواجهوا الأعطال. من بعدها أعلنت الشركة إنهم عم بعيدوا المال لكل يلي اشتروا النسخة على البي سي لآخر السنة بغض النظر عن قديه خلصتوا منها للعبة. إذا حابين تخلوا اللعبة معكم وما تردوا مقابل سعرها، Warner Brothers وعدت بالاستمرار على العمل على تصليح الأعطال الباقية. هلا بدي اعرف كم منكم عم بيلعبوا باتمان أركام نايت على البي سي وبعدهم عم بيواجهوا اعطال لهلا، وكم منكم حيردها مقابل سعرها، وكم منكم حيخليها معه؟ خبروني كل شيء بالتعليقات. من بعد اشاعات صدرت هالاسبوع، اكدت كونامي انه هن فعلا عم بيسكروا كونامي ال اي ستوديوز اللي كنا نعرفها قبل كاكوجيما برودكشنز ال اي. صرحت شركه لاي جي ان انه قامت كونامي بالقرار لاغلاق استوديو بلوس انجلوس بسبب تمركز مصادر التطوير. استوديو ساهم بانتاج احدث العاب مثل جير سوليد. كونامي حتكفي دعم كل العاب مثل جير سوليد بالاضافه لمثل جير سوليد 5 ذا فانتوم بين ومثل جير اونلاين. مثل جير اونلاين بعدها حتصدر على ستيم للبي سي بيناير 2016. كل هالدراما بين كوجيما وكونامي ما ببشر بالخير لسلسله مثل جير سوليد، بس اكيد من بعد نجاح الجزء الخامس كونامي ما حتخلي السلسله تموت وبلشوا يحضروا حالهم للجزء القادم. كونامي قالت انه لما يبلشوا تطوير حيحتاجوا استثمار كبير يلي باكد انه ما حيكون مشروع صغير. مع انه ظهر اسم كوجيما بالمقال، بعده دوره مش مؤكد، خاصه انه كونامي بعدها مصره انه ما ترك بس عم ياخذ اجازه طويله. انا عندي افكار كثير عن الموضوع بس حابه اسمع رايكم، فخبروني بالتعليقات شو رايكم بهذا الموضوع كلياته وبين الخناقه اللي عم بيستمر بين كوجيما وكونامي وعن مصير سلسله متل جير سوليد. واخيرا حزمه التحميليه لنوفمبر للعبه فورزا موتور سبورت 6 صدرت وبتتضمن 7 سيارات جديد على السلسله. فيكم تتفقدوا شو هي السيارات على موقعنا او بالرابط باسفل الشاشه. سعر الحزمه حيكون 7 دولار ومتوفر مجانا لكل اللي عندهم كار باس. هلا وصلنا لفقره التوب 10، وفي عنا بالمرتبه العاشره ستيف جوبز، بالمرتبه التاسعه كريمزن بيك، بالمرتبه الثامنه اور باند تو كرايسيس، بالمرتبه السابعه بارانورمال اكتيفيتي ذا جوست دايمنشن، بالمرتبه السادسه بيرن، بالمرتبه الخامسه ذا لاست ويتش هانتر، بالمرتبه الرابعه هوتيل ترانسلفانيا 2، بالمرتبه الثالثه بيرج اوف سبايز، بالمرتبه الثانيه جوست بامبس، وفي عنا بالمرتبه الاولى ذا مارشن. اما بالنسبه للمسابقات هالاسبوع في عنا مسابقتين كثير كبار من تقدمه فيرجن واكس بوكس 1. اول مسابقه هي لجهاز الهيلو 5 جارديانز اكس بوكس 1 اللي كثير حلو، وثاني وحده هي للكولكترز اديشن كمان للعبه هيلو 5 جارديانز. فيكم تشوفوا فيديو لفتح العبوات تعالوا لهالجايزتين على قناه اليوتيوب الخاصه فينا، وححطها كمان بالرابط بالاسفل لتعرفوا شو محتوى هدول العلبتين والجايزتين كثير كثير حلوين. اذا حابين تشتركوا فيكم تزوروا موقعنا للتفاصيل وان شاء الله بتربحوا. هذا كان كل شيء لهالاسبوع، كنت معكم لينجسر. تذكروا على طول فيكم تحضروا IGN Weekly Fix على قناه اليوتيوب الخاصه فينا، وبشوفكم الاسبوع الجاي.